أغلب الناس يمارسوا الرياضة لبناء الجسم، بصح قلال على بالهم بلي كاين حركات رياضية لبناء العقل. شكون يقول لك شنو هذه؟ أول مرة عرفت رياضة العقل كانت في الدورة تاع استشاري تربوي أسري. هي عبارة عن حركات رياضية بالجسم تاعنا، بصح هما حركات مدروسة تنمينا القدرات الدماغية تاعنا. عفاف أمينة بن مشيه، مهندسة معمارية، استشاري تربوي أسري، تخصص مرحلة الطفولة، من الجزائر. ما يهمش السن تاع الإنسان اللي يدير رياضة العقل، والفوائد تاعها عديدة. مثلا يكون عندنا الأطفال اللي عندهم صعوبة التعلم راح يتحسن المستوى الدراسي تاعهم، يكون عنده زيادة في التركيز، زيادة في القدرات المعرفية، لأنه الأساس نتاعها تخفيض التوتر من الرأس تاعنا، من المشاعر تاعنا، ومن الجسم تاعنا. هذا هو المبدأ الأساسي تاع رياضة العقل. وإحنا على بالنا باللي التوتر هو عائق بزاف أمور في حياتنا. ندير مساج خفيف من فوق ونهبط نهبط بالعقل. الحاجة اللي ألهمتني باش نكمل ونتبع رياضة العقل، أول حاجة نشاط تاعي كنت لي نبدأ به صباح نكمل به العشية عادي. عاودت استرجعت بعض الأمور اللي راحوا لي، مثلا وليت عاودت رجعت الاستيعاب تاعي ولا أحسن. ونشوف الحاجة والممارسات تاعي تاع رياضة العقل كانوا مع المدارس الخاصة، ولأنه كان على بالي الهدف اللي توصل له رياضة العقل راح تمحي آثار الممارسات السلبية على الطفل. أحسنتم، ما شاء الله. الحركة الأساسية هي في الأصل هما 26 حركة، مكاين الحركات اللي نتبعوهم يومياً، هما 4 أو 5 حركات اللي نديرهم يومياً، يدونا 3 دقائق ولا 4 ماشي أكثر. اللي من بينهم تنفس، لأنه التنفس يخفف لي التوتر من التنفس العميق، شرب الماء، وبعض الحركات شفناهم على الأطفال. خطرات الواحد يقول لك كيفاش رايح ندير حركة هكاك، تقولي لي تحسن الخط تاعك، ولا منين ذاك نقول لهم تبعوا معايا بالعين تاعكم ونديروا النويت كوشي ويتبع الحركه تاعو باليد. انا هذه الحركه نستعملها لتحسين الخط، تخدم التنسيق بين العين واليد. انا اي فيكون عندي التنسيق بين العين واليد الخط راح يتحسن وحده اوتوماتيكمون. كي نقول له حرك اليد اليمنى مع الرجل اليسرى يطلعها ويهبطها، راني نخدم له في التنسيق بين الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم تاعو. كان عندي شهادات بعض الأساتذة كان يقولوا لي بعد رياضة العقل التلاميذ كي يدخلوا بلوكال لا كلاس، كان أساتذة قالوا لي ولا التركيز تاعهم أحسن، حتى الخط تاعهم كان بعض التلاميذ الخط تاعهم تحسن. من بين أحسن نتائج اللي شفتها برياضة العقل وتطبيق البرنامج تاع التشخيص والعلاج تاع الدكتور مصطفى أبو سعد، عندي طفلة فريال مشخصة على أساس أنها عندها طيف توحد. 6 7 8 كي طبقنا البرنامج اللي تبعته الأم تاعها في المنزل زيادة رياضة العقل، الطفلة كانت ما تهدرش، في عمرها 10 سنين ما تنطق حتى كلمة. الآن ولله الحمد ولات نطقت كلماتها الأولى. ماما. تأكدت الآن باللي ماشي غير الجسم يسحق رياضة، حتى العقل تاعنا والدماغ تاعنا يحتاج رياضة.